كابتن، بما انكم انتوا الاثنين موجودين بقى واثنين نجوم يعني كره السله، يعني يعني مش عايز اقول قديم قوي يعني حبيبي لكن هنا بما اننا بنتكلم عن منتخب الشباب وكنت متواجد وخدنا البطوله في 2011 لمنتخب مصر في كره السله بعيد عن البطولات، احنا عندنا 5 بطولات في تاريخنا، اخر واحده كانت سنه 1983. افضل انجاز او اخر انجاز حققناه هو المركز الثاني في 2013. مش شايف ان دي مسافه بعيده قوي على كره السله في مصر؟ وايه اللي ينقص كره السله في مصر انها تعود مره اخرى للرياضه الافريقيه؟ طبعا سؤال صعب جدا على يعني انا لعيب طبعا الموضوع ده ممكن يعني مش هرد رد دبلوماسي، بس هو طبعا السؤال ده ممكن يسال لحد في الاتحاد دي بقى هو ممكن يرد عليه. انت شايف ايه كلاعب ناقص ايه كلاعب؟ بس انا شايف ان احنا رايحين في الاتجاه الصح. يمكن الويندو الاخراني ما توفقناش في ماتش السنغال، بس هم جايين لنا مصر في 1/7 ان شاء الله. شهر 7 ان شاء الله بالتوفيق. بعد اللي حصل في ماتش الكوره يعني ان شاء الله يبقى رد اعتبار ان شاء الله. برج العرب البطوله هتتم. برج العرب بالظبط، وهيبقى فيه جماهير. بص ما تقوليش نفس الكلمه دي، لان انا سمعت الكلمه دي بعد نهائي افريقيا من لعيبه وعندنا طار ورجعنا يعني خلينا نروح لسكه ثانيه غير. لا لا طبعا احنا يعني كلنا مركزين من يمكن من السنغال في الماتش الجاي. مستر روي الكوتش الجديد للمنتخب من ساعتها هو بيشتغل، ممكن بشكل كبير هيبقى معانا عناصر جديده ان شاء الله في الويندو الجاي. خلي بالك خساره السنغال من الكونغو كانت مفاجاه يعني طبعا، وفي مصلحتنا واحنا كسبنا الكونغو كسبنا الكونغو وكسبنا كينيا فرجعنا كلنا بنفس النقاط والويندو الجاي على ملعبنا، فيعني عندنا ادفانتج اكبر بالزبط. طبعا الصداره هتفرق معانا في اننا لما نواجه في المجموعه الثانيه نواجه في مستوى اقل، ودي تفرق معانا بشكل كبير بالزبط. لكن انت متفائل لكره السله نقدر نرجع تاني؟ طبعا جدا، يمكن عندنا لعيبه، يمكن الجيل ده اعتقد يعني ان هو مظلوم، جيل كويس جدا بس مظلوم، يعني احنا ظالمين نفسنا في النتائج، مش مظلوم من اي حد تاني طبعا، احنا اللي بنشيل كل حاجه، بس ان شاء الله احنا نستحق ان احنا نبقى موجودين في كاس العالم، ونستحق ان نبقى موجودين في الاولمبيكس الجايه، وطبعا كل ده مش بالكلام يعني ان شاء الله الويندو الجاي تبقى ان شاء الله ان شاء الله يعني نكسب 3 ماتشات ونفضل ماشيين على المسار الصحيح الفتره الجايه. شايف جاي. طول الموسم يعني انتوا بتلعبوا تقريبا 10 شهور من 12 شهر تقريبا في الموسم بالكامل، شايف ان ده انا بص بنكشك عشان تطلع كلاعب. سؤال تقيل عليا قوي 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 يعني احنا طبعا نظام الدوري ان هو بس اعتقد مش هنا بس هو نظام الدوري في مصر طويل شويه، احنا يمكن بالذات مع الاهلي مثلا بنبتدي عشان احنا بنلعب بطوله عربيه. نعم. ممكن مثلا السنه اللي فاتت الزمالك لعب افريقيا قبل السيزون، ففي لعيبه معينه بتلعب تقريبا على مدار 11 شهر او 12 شهر متواصل، فما يبقاش عندك اوف سيزون او بري سيزون او اي وقت ان انت يعني تريح او حتى تنمي مهارات او تخش الجيم او تلحم مواسم في بعض بالظبط، فدي برده مشكله اعتقد من الاصابات كتير اللي بتيجي للعيبه اللي بتلعب في النوادي وفي المنتخب، ان هم بيجي لهم اصابات كتير على مدار الموسم.